عمليات قصف مدفعي عنيفة جدا على الأطراف الشرقية لوسط القطاع، أكثر من 15 قذيفة مدفعية الآن تتساقط على مناطق شرقية لمنطقة دير البلح ومخيم المغازي ومخيم البريج. المدفعية المتمركزة داخل تبة الكرد كما هو معروف، شرق دير البلح وموقع أبو صفية شرق المغازي، تقصف مناطق شرق وسط القطاع. عمليات القصف المدفعي أيضا جاءت بعد رشقة صاروخية أطلقت من قبل المقاومة الفلسطينية باتجاه منطقة مستوطنات الغلاف، دوت صفرات الانذار في منطقة كسوفيم والعين الثالثة، وهي مناطق تقع جنوب شرق مدينة دير البلح شرق وسط القطاع. عمليات القصف المدفعي تأتي تزامنا أيضا مع عملية إطلاق نار من قبل الرشاشات الآلية والأبراج العسكرية المتاخمة على الحدود الشرقية لوسط القطاع، تطلق النار باتجاه أراضي وممتلكات المواطنين شرق الوسط. المناطق الغربية والبحرية أيضا تشهد عملية إطلاق نار من قبل الزوارق الحربية، لا سيما في عرض بحر مخيم النصيرات إلى الشمال الغربي زوايد وسط القطاع. عمليات إطلاق النار لم تسفر عن وقوع حالة من الذعر والخوف في أوساط النازحين، لا سيما المتواجدين الآن على شاطئ البحر، منهم من هو يقوم بعمليات استجمام على شاطئ البحر، منهم من هو نصب خيمته لتكون مكانا ومنزلا تأويه وعائلته، أيضا عدد من المواطنين يقوموا أيضا بجمع الحطب من تلك المنطقة. بطبيعة الحال عمليات القصف المدفعي لم تتوقف ولم تبدأ القطاع، محور المغراقة، جسر المغراقة، الدعوة لغزة، هذه المناطق التي تشهد منذ ساعات صباح هذا اليوم قصف من قبل المدفعية المتمركزة داخل نتسريم، قرية وادي غزة وشرق البريج، تقوم بقصف هذه المناطق بعدد من القذائف، قذائف تسقط بجوار مدارس اللواء، وقذائف أيضا تسقط قرب شارع صلاح الدين، وأيضا قذائف تسقط في الأراضي الزراعية. لم تسفر عن عمليات إصابات سوى أضرار وكذلك بعض الشظايا لربما ضربت بعض المنازل، لكن لم تسفر عن وقوع إصابات في تلك المنطقة. وصل أكثر من 50 أسير، وصل لمستشفى الشهداء الأقصى 6 أسرى، وباقي الأسرى تم يعني نقلهم باتجاه محافظة خان يونس، مستشفى ناصر وأيضا مناطق سكناهم. الاحتلال الإسرائيلي قام بالإفراج عن هؤلاء الأسرى من عبر حاجز أو معرف بموقع كسوفيم العسكري إلى الشرق من دير البلح. من بين هؤلاء الأسرى وهو الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي، والذي تحدث عن ظروف قاهرة وصعبة جداً، عن يعني ماهية الاعتقال وأحوال الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. الأسرى الآن الذين وصلوا هنا لمستشفى الشهداء الأقصى هم ستة أسرى، الأغلب منهم هم من سكان مدينة غزة وشمالها، الآن يخضعون للرعاية الطبية والمتابعة الطبية والصحية داخل أروقة المستشفى بعد أن استلمتهم طواقم طبية مختصة لمداواتهم وكذلك تقديم الرعاية الصحية لهم. هذه بطبيعة الحال الصورة الميدانية، كذلك الأحوال المعيشية الصعبة التي يعيش الناس لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظات في ظل الحرب الإسرائيلية، وكذلك نقص الإمدادات والأغذية والأدوية أيضا المقدمة للمواطنين والنازحين في مراكز الإيواء، إضافة لتراجع المنظومة الطبية ويعني كذلك تردي الخدمة الطبية بسبب نقص المستلزمات والأدوية، وكذلك توقف بعض المولدات التي تعمل من خلال هذه المشافي، لا سيما مستشفى الشهداء الأقصى التي تعتبر المستشفى الوحيد الذي يقدم الخدمة الطبية التابع لوزارة الصحة الفلسطينية هنا وسط